بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة كانوا خارجين إلى مدائن صالح للاتعاظ والاعتبار، وقد جمعوا صلاتي الظهر والعصر جمع تأخير وصلوهما قصرا في مدائن صالح، فما حكم صلاتي؟ وهم مسافرون ولا من أهل البلد؟ نعم خارجين بعيد عن أهل. نعم، يجوز للإنسان المسافر أن يقصر ويجمع حتى يرجع إلى بلده، سواء خرج لنزهة أو خرج لعبادة كالمعتمر والحاج أو خرج لعلم أو خرج لتجارة. المهم ما دام مسافرا فقد قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يخص الله ضربا دون ضرب، فالأطلق عاما. وأنت ذكرت في سؤالك أن هؤلاء ذهبوا إلى مدائن صالح للاتعاظ والاعتبار، والاتعاظ والاعتبار نوعان: اتعاظ واعتبار بما كان لهؤلاء القوم من القوة والقدرة، حيث ينحتون من الجبال بيوتا، فهذا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تعظيمه ويقص القلب. أما الذي يذهب ليعتبر بما بأخذ الله لهم وعقوبة الله لهم وأنهم على هذه العظمة، لم يضر الله شيئا ولم يعجز الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به. ومع ذلك فإني أخبرك وأخبر من يستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه. فمن ذهب ودخل وهو يبكي خوفا من الله عز وجل فليفعل، وإلا فلا يدخل، ابتعد. ولهذا لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بديارهم في ذهابه إلى تبوك أو رجوعه منها، قنع رأسه نزله وأسرع المسير عليه الصلاة والسلام. كيف الذي يذهب وينزل بساحتهم؟ حتى ولو كان للاعتبار الديني لا نشير عليه بذلك. إذا كان يعتبر اعتبارا دينيا فليقرأ القرآن. القرآن إيمان المؤمن بما فيه أكبر من إيمانه بما يشاهده، وإن كان المشاهدة لا شك تعطي زيادة في الإيمان، لكن على كل حال نقول: من ذهب إلى هؤلاء القوم على الوجه الذي اشترط الرسول، لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. نعم، أي قصاتهم صحيحة لأنهم مسافرون.